النهارده كمان زي النهارده تحديدا يعني ذكرى فوز النادي الاهلي بالسوبر المصري على حساب نادي الزمالك بنتيجه 3-2 في مباراه كانت رائعه جدا 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 في اولى مباريات مستر رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي. كانت ثاني مباراه ليه تحديدا بعد كانو بيلرز في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32 كان يوم 20/9/2019. زي ما حضراتكم شايفين الهايلايتس بتاعت هذه المباراه كان احرز الاهداف هدفين لجونيور اجاي وهدف كان رائع لحسين الشحات بعد مراوغه اكثر من رائعه لحمدي النجاز لاعب نادي الزمالك، فقدر النادي الاهلي من خلال هذه المباراه ان هو يتوج بلقب السوبر المصري، والاهلي طبعا صاحب الرقم القياسي في هذه البطوله برصيد 11 بطوله. ان شاء الله بكره تكون البطوله رقم 12 بالنسبه لكل الاهلاويه. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى عندنا تعليق كتير جدا على امور مهمه وتفاصيل اكتر كمان على استعدادات النادي الاهلي، بس هناخدها كده واحده واحده، فاستنونا بعد الفاصل.